أفضل الأدلة على فضل الصدقة في يوم الجمعة أفضل من غيرها. يوم الجمعة أفضل من غيرها، إحنا الآن في يوم الجمعة وكذا، أفضل من غيرها. لما تتصدق الصدقة فضلها عام، وبالذات يوم الجمعة أفضل. صحيح. كان الصحابة والسلف يضعون مبالغ غير أيام الأسبوع لفضل، وهنا هذا يسمونه يوم الجمعة بالنسبة للأسبوع إيش؟ عيد المسلمين. ونفتخر بهذا الأمر، أنك عيد لك عيد المسلمين، تفتخر إن هو عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن أقصد من أهمية يعني من أهمية يوم الجمعة، الاغتسال التطيب، يدل على يعني هنا تجمل تجمل في هذا الأمر. كبعضهم يخص بصدقة يوم الجمعة، ويخص بصدقة. بعضهم كان يعجل زكاته في شهر شعبان، وحنا الحين شهر شعبان، بعضهم كان يعجل قبل رمضان. ليش شعبان؟ حتى يسد حاجة الفقراء، لأن الناس معتقدين أن رمضان، لأن رمضان الكل مقبل على الإنفاق، حتى يتفرغ المسكين للعبادة والفقير، وكذلك حتى المسكين يتفرغ للعبادة. وبرمضان الناس مقبل على الإنفاق، مقبل على الإنفاق. في شعبان قد يكون الناس ما شهر يغفل الناس يعني يغفل عنه، وهو يعني فأنا أقصد من كلامي، ينبغي للإنسان صراحة أن ينفق في كل وقت، وبالذات الآن ربي يسر لك هذا الأمر. ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.